جماهير غفيرة توفد في هذه الأثناء قبيل ساعة على انطلاق مباراة ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري هنا بمركب مولاي عبد الله بالرباط لمتابعة المباراة. النادي الملكي يطمح إلى العودة للانتصارات بعد النكسات الأخيرة التي كانت في الدوري الإسباني، آخرها الخسارة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، ما جعل الغريم يوسع معه الفريق إلى 8 نقاط. الأهلي المصري بدوره يبحث عن كتابة التاريخ والتأهل للنهائي لكي يكون نهائيا عربيا بينه وبين الهلال السعودي الذي انتصر مساء أمس بملعب طنجة على فلامينغو البرازيلي ب3 أهداف لهدفين. فكيف سيتعامل أنشيلوتي مع هذه المباراة، وكيف سيتعامل رفاق أفشة مع المباراة كذلك؟ هل سيستطيع ريال مدريد العودة لانتصارات رغم الغيابات الموجودة، كريم بنزيما، تيبو كورتوا والعديد من اللاعبين؟ سنرى من سينتصر اليوم في المباراة التي ستجرى هنا بالرباط. السلام عليكم. بداية الأولى اليوم شرف لينا كبير بعد باش تدوز الريال في هاد تلعب في المغرب وكذا، اول مره كنشوفو التيران عامرين ولا مدريد وهو التيك مدريديين، وجينا اليوم باش نتفرجوا، ولكن ما عرفناش التيكي، وبنادم هنايا كاين السماسريه كي كتلقى التيكي بخمس ديال 50 درهم، ب500 درهم، 600 درهم. وهذا خصهم يديروا لنا شي حل. خوتي اليوم كاين ماتش كبير في مولاي عبد الله، جينا نتفرجوا في ريال مدريد، تفرجوا في مودريتش اللعابه الكبار، تنشوفوهم مرافش، وانا بارساوي بقيت نقلب على التيكيت لدابا، وان شاء الله غنلقاو التيكي وغندخلوا نتفرجوا نسيبورتو الريال، واخا بارساوي ديما بارسا فيسكا بارسا. كنشجعوا ان شاء الله الاهلي ان شاء الله تربح. بالتوفيق. احنا انا ريالي، ولكن بغينا المصريين ان شاء الله هما الاولين، هما اللي سابقين حيت هما عرب ومسلمين بحالنا بحالهم، وجينا نشجعهم ان شاء الله.